مجالس الذكر والعبادة خير أعمال المسلمين وأزكاها، أطهرها، أعلاها وأشرفها قدرا عند الله تعالى. وهي مجالس تتنزل على أهلها السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عندها. وهي مجالس للسكينة والرحمة. ومن فضائل هذه المجالس المباركة أن يبدل الله عز وجل سيئات أصحابها بحسنات تكرما منه عليهم وثوابا منه لهم على حضورهم هذه المجالس الطيبة. فالذكر خير ما يكتسب به المسلم من قربات وأولى ما ترفع به الدرجات، فهي بحق رياض كرياض الجنة. فيها حياة للقلوب وزيادة للإيمان وزكاة للنفوس. وقد عهدت الأمة الإسلامية على القراءة الجمعية للقرآن الكريم كاملا بالمساجد والزوايا، وهو ما يعرف عندنا بالسلكة التي تعتمد على قراءة القرآن الكريم كاملا وختمه جماعة، وهي سنة حميدة متوارثة أبا حجد. كلمة سلكة جاءت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. فكلمة سلك معناها مرة، فنحن في هذه الجلسة نمر على القرآن الكريم من ألف لام ميم البقرة إلى سورة الناس، فنقرأ القرآن كله ونهدي ثوابه إلى سواء كان أب أو أم أو أخت أو جار. السلكة هي قراءة القرآن بدايته يعني سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة جهرا، ثم كل واحد يتكلف بقراءة حزبين أو أكثر، وبعد مدة ينتهي من قراءة هذه يختم بنهاية قصص السور، سورة الإخلاص والفلق والناس والفاتحة، ثم بداية سورة البقرة، ثم تكون الدعاء. قراءة وختم القرآن الكريم في السلكة يكون بقراءته أجزاء يتممه القراء كل على حدة بأصوات تكاد تكون خافتة، كما يختم جماعة بأصوات مرتفعة، وقد تدوم هذه السلكة ليلة كاملة. الحمد لله رب العالمين.
اصطلح على هذا الاصطلاح السلكة. كنا صغار ومنين يتم ختم القرآن أو حفظ القرآن يعبر عليه قال كمل السلكة. كمل السلكة أننا حننا كنا نعرفها باللي هي أوفى حفظ 60 حزب طاهرة وتضلع فيها وتمكن منها. والسلكة لم تقتصر على هذا الجانب فقط، ولكن الاصطلاح العام والناس كلها قال بغينا نقراو السلكة. هي صدقة، كانت تدل على صدقة، صدقة الإنسان يقرأ السلكة ويوهبها، يوهب ثوابها ما قرأه من القرآن العظيم على روح أبائه وأجداده وإخوانه وأبنائه. وهذه ماشي ظاهرة ولكن معروفة في المنطقة. يعيط للناس على الطلبة وتقرأ السلكة، أي تقرأ القرآن بإكماله في حصة واحدة، وإن شاء الله التواب نتاعها يمشي لمن نوي إليه. هذه هي السلكة، هي عبارة عن القرآن الكريم كله مجزأ إلى 30 جزء، الجزء واحد حتى 30، كل جزء في حزبين، وهذا الحزبين فرقوه على الطلبة اللي حافظين القرآن واللي حافظين بعد ما يتيسر من القرآن، كلها يقرأ الحزب تاعه. وقبل نفرق الكتب نبدأ نفتي افتتاح تاع السلكة، وش هو الافتتاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، دائما نفتحوا بها إلى الألف لاميم، إلى الألف لاميم، ونقرأوا الجزء هذا. كي نكمل الجزء نقرأوا الدعاء نتاع ختم القرآن الكريم، ومن بعد نجدوا توسل ولا دعاء لهذا دعاء خلاص كيما نقول من خارج من التوراة. على كل حال السلكة مصطلح متداول عند مدرس القرآن الكريم وطلابه، ويختلط لفظها بعملية قراءة وحفظ القرآن الكريم بأكمله وعن ظهر قلب، وتتم بتنظيم طقوس احتفالية خاصة متعارف عليها منذ القديم بمدينة بشار، يحظى من خلالها المحتفى به. التلميذ او ما يعرف عنه الجندوز او هذا الذي يحفظ القران، وينتقل الى مستوى الطالب، يعني خلاص حفظ القران، يقام له حفل تكريما له وتعظيما له واحتفالا به حتى يكون قدوه لبقيه التلاميذ. وهناك حفل خاص يعني مميز لهذا، ويؤتى بفرس او بحصان ويركب هذا ويدور في المنطقه في المدينه، ويلبس برنوس ابيض، ويعني كل المدينه تحتفل بان قد تخرج تلميذ من المدرسه القرانيه واصبح الطالب فلان. على فقرات المجلس القرآني الذي يحضره ثلة من أئمة المساجد، عندها مراحل. البداية تقرأ جماعة، نفتتح في البداية جماعة في قراءة السلكة، ثم بعد ذلك قبل الافتتاح توزع الكتب، حتى ولو إن كان الإنسان متضلع وحافظ لابد منه إقراء في الكتاب. هذه العرف، توزع الكتب وتفتتح كما فتحناها آنفا، وتختم كما ختمناها آنفا، ومن بعدها
يكون بعض الأدعية، يكون بعض نعم كاين اللي يكون فيه موعظة، كاين اللي تكون فيه الأدعية وكاين اللي فيه تكون موعظة، ولكن كل هذا الشيء عنده قصد. قصد الواحد هو أننا نتبرك بالقرآن العظيم، نتبرك به على أحيائنا وعلى أمواتنا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ختمة أن هناك الحزب الراتب، بمعنى أن في المسجد يلتزمون بقراءة حزب أو حزبين، حزب بعد صلاة الفجر وحزب بحسب إما بعد العصر إما بعد المغرب إما بعد صلاة العشاء، وعندما ينتهون من قراءة القرآن سواء كان بحزب كل يوم أو حزبين كل يوم يكون نهاية هذا الختم. نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. حياة للقلوب. والتحميد.